تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في عدد جديد من برنامجكم في المزاد، أنتم معنا على المباشر في قناة نوميديا. مشاهدينا الكرام، لا يكاد الجزائريون يرسون على نقاش محدد حتى يخوضوا في نقاشات أخرى سرعان ما تتطور إلى جدل في السياسة كما في الرياضة والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلوم الدين. جدل مفتوح كما حدث مؤخرا بشأن محلات وقاعات لممارسة شعائر دينية رفض القائمون عليها تكييفها مع قوانين البلاد، لكن النقاش الذي رافق العملية صورها على أنها تضييق على المعتقدات الدينية. سؤال حلقة اليوم مشاهدينا الكرام من برنامج في المزاد، لماذا يرفض أتباع الكنيسة البروتستانتية في الجزائر التكيف مع قوانين البلاد؟ وهل نحن أمام ما يمكن أن نسميه سوقا موازية في قطاع الشؤون الدينية؟ أسئلة أخرى مشاهدينا الكرام تشكل محور نقاش مع ضيوفي في الحلقة. أبدأ من على يساري الأستاذ الباحث في تاريخ الحركات الإسلامية الأستاذ الأخضر ربحي. أستاذ مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. وعلى يميني الأستاذ توفيق قطوش وهو أستاذ جامعي مختص في علم الاجتماع. أستاذ مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أيضا وكالعادة أستقبل الأستاذ الدكتور علي ربيج وهو محلل سياسي وأمني لقناة نوميديا. مرحبا سعيد. مرحبا بك دكتور، مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. نبدأ مباشرة في النقاش، لعل أول سؤال نبدأ به الحلقة في البداية، لو نحدد أستاذ ربحي أنواع الكنائس الموجودة في الجزائر بصفة عامة حتى نوضح الفكرة للمشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة موضوع تنظيم الشعائر التعبدية موضوع قديم، بدأ مع دستور الجزائر في 1963، وقد أخذت الجزائر بموضوع حقوق الإنسان خصوص المادة 10 و11 المتعلقة بحرية المعتقد. ومع دخول الجزائر في الاتفاقية الدولية سنة 1989 سارت كل قوانين الجزائر ودساتير الجزائر على ضرورة تنظيم الشعائر التعبدية لغير المسلمين. كان سنة 2006 صدر القانون المتعلق بتنظيم الشعائر التعبدية لغير المسلمين، بعد يعني ما رفعت تقارير أمنية دقيقة على أن فيه انتشار لأماكن فيها تنظم شعائر التعبد لكن خارج سلطة مراقبة الدولة وخارج متابعة الدولة ولا تتبع لأي جهة من الجهات، مما أثار كثير من الأسئلة، ومن حق يعني الدولة أن تتساءل في هذا الموضوع لأنه موضوع حساس وخطير. فجاءت هذه القانون لكي يضع حدا للفوضى، لفوضى فتح المحلات وفضح المقرات وفضح فتح المعابد بغير رخصة وبغير علم الجهة الوصية والجهة المتابعة لهذا الشأن. أعتقد أن الطائفة الكاثوليكية في الجزائر مع الجليكانية هي انضبطت في كثير من الأمور، لكن الطائفة البروتستانتية هي التي ما زال الحوار معها. نعم. وقد ذكر حتى الوزير السابق محمد عيسى قال بعد صدور القرار. نعم فيه تكلم في مراحل متعددة حول. نعم طيب، في نفس السياق خليني أروح الأستاذ توفيق وهو متخصص في علم الاجتماع، بإمكانه أن يتحدث بإسهاب في هذا الموضوع. أستاذ توفيق، يعني كما كان يتحدث قبل قليل الأستاذ الأخضر، الكنيسة البروتستانتية في الجزائر في كل مرة يعني تقريبا تكاد تكون عرضة لانتقادات متتالية، مثل ما أسلفنا الذكر يعني في نهاية شهر ديسمبر من عام 2018، يعني أقل من سنة، انتقدها وزير الشؤون الدينية بصراحة لأنها لم تتكيف مع قوانين الجمعيات، سواء قوانين الجمعيات الخاصة بسنة 1990 أو 2012، بمعنى أنها لم ترسم أمورها مع الدولة بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. على كل حال أتشرف بوجودي معكم في مناقشة الموضوع المهم جدا، وهو علاقة الدين بالواقع الاجتماعي خاصة وبصفة أخص القوانين التي تسير الدولة أي دولة كانت. نعم. نحن الآن نتكلم عن الجزائر باعتبار أن هناك ظاهرة انتشرت في الجزائر، وهي عدم التزام طائفة من أو مذهب من المذاهب الموجودة في الجزائر بقوانين الجمهورية. طبعا ما هي العلاقة؟ هل الممارسات الروحية أو الممارسات الدينية هي جريمة يجرمها القانون؟ الحقيقة كل ممارسة روحية بغض النظر على أنها إسلامية أو غير إسلامية هي ممارسة إيجابية، لأن في النهاية تهدف إلى إعطاء نوع من التربية الروحية، ربما الالتزام الروحي، من الإشباع الروحي. نعم. من الالتزام الروحي، من العمل الخيري، من العمل الذي يفيد المجتمع بصفة عامة. لاحظ أن الإشكال هو كيف ننظم
فهذه الممارسة الروحية اللي هي حقيقة إنسانية هي مطلب اجتماعي. لم نجد حضارة من الحضارات، لم نجد مجتمع من المجتمعات يغيب عنه الدين، حتى أن الذين يحاربون الدين مثل ماركس يقول أن الدين هو أفيون الشعوب، لكنه لم يقول في أي كتابه كتاباته رأس المال ولا غيره عمره ما قال أن الدين غير موجود في مجتمع المجتمعات. الدين موجود صحيح. وهي ظاهرة فطرية وظاهرة اجتماعية وإنسانية تولد مع الإنسان، وبالتالي يبقى الآن اختلاف في الديانات حتى داخل الديانة الواحدة. مثلا في الإسلام هناك مذاهب، وقد أدت في كثير من الأحيان إلى التصادم مع بعض الحقوق والواجبات لبعض الحساسيات الموجودة في المجتمع، لأن الدين من طبيعته أن يستغل من بعض الذين يحكمون في مراحل معينة من الأوقات. لاحظ مثلا الخوارج مثلا في وقت من الأوقات جو الجزائر لأنهم هاربوا من ضغوطات معينة في المشرق. هذه أمور كلها كثيرة. اليوم نجد أن البروتستانتينية كمذهب ظهر في شمال أوروبا في ألمانيا بالذات مع مارتن لوثر وكالفن في 1516، وكان هو ربما رد فعل على الكاثوليكية وتزمتها الكبير. احتاج مارتن لوثر وعلق هذوك 16 مبدأ ويقول جو بروتست أي أعترض. ومن هنا جاء أن هذا الاعتراض على أن الكاثوليكية كمذهب متشدد يمنع الحياة جاءت كحل له، وأصبح كأنها هي الآن المنقذ للمجتمعات منغلقة. اليوم كأننا نرى هذا القضية، قضية أن المجتمع الجزائري ويمر بحراك يمر بتغيرات كبيرة، يراد للبروتستانتية أن يكون لها دور في الجزائر. طبعا هذا الدور هذا هل هو من طبيعة المجتمع الجزائري، هل يؤدي دور فعال ينقذ المجتمع الجزائري؟ لأن الكاثوليكية مقارنة مع البروتستانتينية تنتمي إلى حقل معرفي معين، وحقلنا المعرفي الآن الإسلامي. هل يمكن للبروتستانتينية، سؤال مطروح، أن تلعب الدور الذي لعبته في أوروبا في عصر النهضة؟ نعم، كل هذه الأسئلة أستاذ توفيق إذا كان سمحت لي سنصل إليها بالتفصيل، ولكن إن أذنت لي دعنا نمهد لذلك مع الأستاذ الدكتور علي ربيج. أستاذ، بصفة عامة الجزائر يبدو أنها ليس لها مشاكل مع الديانة المسيحية بصفة عامة، إنما مع من يحترم القانون، يعني وفق ما رأيناه إلى حد الآن. مشكلة الجزائر ليست مع الديانة المسيحية، مع من لا يحترم القانون سواء كان من المسلمين أو من أي ديانة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعيد على هذه المقدمة اللي قدمتها أنت في البداية، اللي وضعت الكثير من النقاط على الحروف، وكذلك تحية لضيوف كل المشاهدين. ربما هذا الموضوع الجديد القديم الذي يتجدد في كل مرة صحيح. ليس هو وليد اللحظة، بل هو مسألة الطائفة أو الأقلية البروتستانية اللي هي تنتمي إلى الديانة المسيحية، وفي طائفة أخرى طائفة الكاثوليكية اللي يقولوا بعض الأرقام وبعض دراساتهم في حدود 10,000 مؤمن بهذا الديانة. هي مثلها مثل الديانات الأخرى، يعني بمعنى أنه في الدستور الجزائري يقر لهؤلاء بحقهم في ممارسة الشعائر. المادة 47 ممارسة كل الطقوس. وكذلك هذه الأقليات أو دور العبادة بالنسبة للطائفة المسيحية أو حتى اليهودية يخضع لقانون اللي يتكلم عليه الأستاذ، اللي يعني يعرف كيفاش ينظم هذه المسألة منذ 2006. المسألة الآن هي عندما تأخذ بعد سياسي ومواقف سياسية وتدخلات أجنبية باسم ما يسمى باضطهاد الأقليات في الجزائر، والتي الكثير من العواصم الغربية تريد أنها توظف هذه المسألة، ولكن هي المسألة غير حقيقية وليست غير واردة في هذا الموضوع. هي مسألة تنظيم، مسألة قانون. يعني لما تغلق في حدود 900 مسجد بين مصلى ومسجد يغلقون وأغلقوا بسبب عدم وجود تراخيص، هل هذا أن الدولة الجزائرية تمارس الاضطهاد على المسلمين؟ هذا غير صحيح. الأمر يخضع لقوانين الجمهورية، مثل هذه دور العبادة اللي هي الكنائس اللي تقريبا أغلقت منذ تقريبا في حدود 12 إلى حد تقريبا 2006 12 دار العبادة غير مرخصة. هي عبارة عن محلات، عن منازل مغلقة يتم فيها ممارسة هذه الشعائر، ولكن هذا مخالف للقانون لأنها تخضع لقانون معين واللي تشرف عليه وزارة الشؤون الدينية مثل ما تشرف على الديانة الإسلامية وحتى صحيح. اليهودية كذلك. هذا المذهب البروتستاني، أنت تعرف كان عندنا مشكل مع أحد القس اللي صحيح. كان موجود هنا واللي اشتغل تقريبا في حدود 45 سنة هو قبل أن يرحل من الجزائر، قبل أن يرحل ولعدة أسباب صحيح. لأنه تجاوز كل حدوده وكل صلاحيته وأصبح يخلط الدين بالسياسة صحيح. وهذا خطأ، وإحنا
احنا عرفنا وجربنا مسألة خلط واختلاط الدين بالسياسة أين أوصلنا في العشرية السوداء. لذلك أعتقد أضيف على ذلك اليوم اللي خلى هذه المسألة هي بعض التعليق وبعض المنشورات لبعض المثقفين والنخب الذين ربما أعطوا إشارات عن غير قصد. صحيح. عن غير قصد أنها أصبحت توظف وأصبح سجال ونقاش بين النخب الجزائرية فيما يتعلق بأننا ندخل كما كان يتكلم الأستاذ ما هوش وقت هذا السجال، ما وش وقت هذا النقاش. اليوم الكل يريد أن نخرج من هذه الوضعية. إذن هذه الأشياء التي تثار، لماذا الآن ينظر إلى أساس أنه منطقة القبائل هي التي تحتضن هذه الدور؟ لا، غير صحيح، لأنه منطقة القبائل الكبرى والصغرى هي معقل للدين الإسلامي للزوايا منذ 14 قرن. لا يجب أن نشوه، أو يريد البعض تشويه منطقة القبائل على أساس أن هنالك بعض من سكان هذه المنطقة يعتنقون هذا الدين وليس هم جزء، أما الكل فهم الكل معروف ومحسوب على الديانة هذا الإسلامية. ما كنت سأؤكد عليه دكتور ربيج، وكنت سأسأل في سؤال أطرحه على الأستاذ الأخضر ربح. يعني الأستاذ ربيج قال الأمر لا يتعدى مسألة تنظيم ومسألة قانون فقط، يعني ليس أكثر من ذلك. نتحدث أستاذ ربح عن الإجراء الإداري الأخير المتخذ اللي فجر ما يسمى بهذا القضية يعني الدينية. أتحدث عن إجراء الغرق الذي اتخذه والي الولاية. حدث كثير يعني في ولايات أخرى، في عديد من ولايات التراب الوطني، منها مثلا ولاية وهران مؤخرا، لكن لم يرافق بصخب إعلامي وبلغط كبير مثل هذه المرة. كأن الأمر يعني مقصود، عندما يتعلق الأمر بولاية تيزي وزو دائما يرافق الحدث بصخب إعلامي وبلغط إلى غير ذلك. لماذا؟ وفي الحقيقة في المسألة هذه نحن عندنا الموضوع وعندنا التوقيت. الموضوع وكلاهما مهم. نعم، والموضوع وهو مسألة ممارسة الشعائر التعبدية خارج القانون. نعم. هذا هو الموضوع، وهذه مسألة قديمة تتجدد في كل مرة. حدثت في ورقلة، حدثت في أدرار، حدثت في أرزية، وحدثت في وهران، وحدثت في بجاية تيزي وزو، وحدثت في العاصمة، يعني حدثت في أماكن مختلفة. هذا مسألة بالنسبة إلينا مسألة مرتبطة بالأمن القومي، لأن الحركات التبشيرية التنصيرية في تقارير أمنية مرصودة ومكتوبة، ليس عندنا فقط، تأتي من كل دول العالم، ومن حق الدول أن تحرص أمنها. فرنسا هي تحرص أمنها ضد الفكر السلفي المتشدد، غلقت مساجد باسم السلفية المتشددة، غلقت مساجد باسم أيمن ينتمون إلى إذا كانت سمح لي أستاذ الأخضر، يعني فرنسا التي تتحدث عن الديمقراطية وعن الحرية وصلت إلى حد استحداث ما يسمى بفكرة إسلام فرنسا، يعني نعم صحيح. تتحدث عن إسلام فرنسا. شاهدنا في 8 شهور من سنة 2017 غلقت 20 مصلى ومسجد. نعم. أمريكا غلقت نفس الشيء. رئيس الوزراء السابق مانويل فالت قال شعاره كان غلق المساجد. ترامب كان شعاره غلق المساجد، وكانوا يتحدثوا على غلق المساجد التي تهدد أمننا القومي. فهذا مسألة مرتبطة بأمن البلد، لأن هذه حركات مرتبطة بزخم مالي كبير، لأن في تقرير أمني اللي صدر سنة 2009 أعتقد لأمريكا 82 مليار دولار لدعم البروتستانتية وغيرها. مسألة مش بسيطة يعني. صحيح. تهدد أمن الشعوب، أمن الأوطان، وأمن الأقطار، ثم علاقات مشبوهة، ونحن نعرف العلاقات بين الصهيونية العالمية وبين بعض الطوائف، كل هذا يهدد أمن الأوطان، ومن حق أي دولة أن تحرص أمنها القومي. هذا الموضوع الأساسي. جاء تنظيم شعائر تعبدية لهذا الغرض، ولذلك يعني كي نرجع إلى الوثائق والتقريرات اللي قرتها وزارة الشؤون الدينية، لماذا هذه الطائفة رفضت المثول من أجل التكييف نفسها مع القانون الصادر؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. صحيح. لماذا رفضت؟ صحيح. ثم إشارة الموضوع أن غلق هذه الأماكن التي تمت بدون رخصة جاء بطلب من سكان المنطقة. ينسى الناس في متابعة الأحداث هذه الجزئية وهي مهمة. منطقة القبائل لا أريد أن أتحدث عنها في السياق الذي تحدث عنه بعض الإخوة، لأن هذا تكرار للموضوع، لأن منطقة القبائل منطقة معروفة بنضالها الإسلامي. صحيح. ونضالها في إطار وحدة الوطن من تاريخ القديم جدا. فإذا كان سجل أعلى مساجد هي موجودة في ولاية تيزي، أعلى مساجد وأكبر زوايا وتاريخها يعني ناصع، لا يحتاج إلى الآن تبريز من جديد. صحيح. يعني صحيح. هذا أمر مفروغ منه. نعم. لا ينبغي نفتح فيه النقاش. نعم. إنما نفتح النقاش في هذا الموضوع، أن منع هذه الشعائر التعبدية خارج القانون هو موضوع أمن قومي بالدرجة الأولى. موضوع من حق الدولة
وشيء ليس السلطة. نعم. إنه تصرف دولة وليس تصرف سلطة. ربما الناس تحدثوا عن التوقيت قالوا التوقيت غير مناسب، ربما في كل موضوع سنتحدث عن التوقيت، لماذا جاء هذا القانون ولماذا جاء ذلك القانون، هذه مسألة نقاش سياسي الناس فيه أحرار، لكن من حيث الموضوع، الموضوع صحيح والموضوع حقيقي وعنده خلفيته التاريخية، لأنه بدأ قلت قديم من سنة 1963 وتنظم في 76 وعاود تنظم في 96. احنا في الجزائر مثلا والدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، في الأحداث اللي صارت في الجزائر الأحداث العشرية السوداء صدرت 5 مراسيم لتنظيم شؤون المساجد، ومنع أئمة وأغلقت مصليات، ومنذ سنوات فقط أغلقت مصليات في الإقامات الجامعية لأنها لا تملك الإطار القانوني، لا تملك ترخيص قانوني. إذا لا داعي لتشويه الموضوع، فاعتقادي أن الموضوع مرتبط بالأمن القومي ومرتبط بالقانون. طيب ومرتبط بضبط هذه الإجراءات. أستاذ إذا, إذا, إذا يعني تفضلت، هل يمكن أن نشرح للقارئ فكرة الأمن القومي؟ الموضوع مرتبط بالأمن القومي، كيف يرتبط هذا الموضوع بالأمن القومي؟ قلت لك إذا بمعنى أنه ممكن يعني يستغل الموضوع لاختراقات خارجية. بالطبع. نعم. بالطبع الموضوع، لأنه فيه ملفات هي بحوزة الأمن كثيرة حول موضوع الاختراق، لأن نعم. لأن عندما نتحدث عن الموضوع الديني فيه طوائف من إفريقيا من العالم المفتوح، فإذا كانت هذه تمارس في محلات مفتوحة ما تشاء، من يقبل هذا الوضع؟ صحيح. أتصور حتى مع المسلمين لا نقبل هذا الوضع. لو إنسان يفتح في حي ومحل ويقول أنا ننظم شعائر تعبدية وحدي دون رخصة شهور دينية، الناس لا تقبل. نعم. ذلك. نعم. هذا أمن قومي مرتبط. الأموال الكبيرة المرصودة لهذه الطوائف وهذا يعني الأموال، ربما مصدرها أيضا يكون محل شكوك أيضا. نعم طبعا، لأنك نعم. نتحدث عن الأموال، نتحدث عن قدرة شراء الذمم، قدرة صناعة الخيانات، قدرة اختراقات أمنية، قدرة زعزعة الاستقرار والأمن. صحيح. في أوطان، لأن أموال طائلة وطائلة جدا. نعم. ثم عندما نتحدث عن الموضوع الثاني، الارتباطات المشبوهة، هذا موضوع حقيقي. نعم. كما هو مطروح عند الفرنسيين والأمريكيين حول الإسلاميين بالموضوع القاعدة وداعش، مطروح عندنا كذلك في الطوائف الدينية. هذه الطوائف المرتبطة بأجندات، لا تنسى أن جماعة الإنجيليين الجدد. طيب وارتباطهم أستاذ ربح، إذا كان سمحت لي فقط قبل أن نمضي إلى فصل إشهاري، خليني نروح للأستاذ توفيق. يعني الأستاذ ربح قال الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، طبعا هذا واضح في المادة الثانية أعتقد، في المادة 47 من نفس الدستور الذي تحدث عنه الأستاذ ربح، المادة 47 تضمن حرية المعتقد أو قانون الممارسة الشعائر الدينية. مع ذلك يعني مع كل هذه التطمينات والضمانات، المتابعة الإعلامية للموضوع الذي نتحدث عنه خاصة عبر ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي أخلطت، إذا كان تبعت الملف مليح، بين حرية التفكير وحرية التدين الجماعي التي تخضع كما يعلم الجميع لقوانين محددة ومنظمة صدرت في العام 2006 بما في ذلك ممارسة شعائر الدين الإسلامي. بمعنى أنه فتح مسجد جديد يحتاج إلى ترخيص من وزارة الداخلية، إقامة صلاة الجمعة في أول مسجد جديد تحتاج إلى توقيع وترخيص من طرف وزير الشؤون الدينية شخصيا ولا يقبل التفويض. لماذا كل هذه يعني الخلط هذا؟ هو أستاذ سعيد، هو بالفعل العلاقة بين المجتمع والقانون هي علاقة ضرورية. صحيح. لأن ما نقدرش نتصور مجتمع بلا قوانين. ما يضمن الصراع الفئات وتعايشها على اختلافها، إذا قلت أن مجتمع مختلف بفئاته ولابد له من هذا الاختلاف حتى يطور فكرة، لأن تطوير الفكر هو من باب الوفرة، وفرة الحلول، وفرة الإمكانات، وفرة التصورات. هذه الوفرة ستساعد هذا المجتمع على أن يتقوى في جميع الميادين، اقتصاديا، فكريا، اجتماعيا، سياسيا، في جميع الميادين. الأحادية هي قاتلة. صحيح. على مستوى الفكر، على مستوى الاقتصاد، السياسة. إذا نحن أمام إشكالية، لابد من التنوع والانفتاح، في نفس الوقت لابد من الانضباط. حل العلماء والمؤرخون يشهدون على ذلك أن الحضارات القوية هي تلك الحضارات التي وفقت في أنها تحدث نوع من الموازنة بين التعدد في الحلول وحتى يأتي الوفرة، والوحدة في الموقف بمعنى احترام القانون. نحن نعيش في أنيمابل واحد، عندنا عدة سكانين، نتفق فيما يجب ونتفق عليه. طبعا في بيتك في منزلك انت حر. صحيح. لكن الباب يتغلق على 8 يتغلق على 8 يا أخي، حشاكم الزبل يتم على 10. أما أن كل واحد يفعل ما شاء فهذا هنا غياب القوانين. الأمم القوية هي تلك التي تحترم قوانينها. لماذا؟ لأن هذه القوانين هي الضامنة لوجودها.
من خلال هذا الاحترام لهذه القوانين يكون تنوع الفكري صحيح، ويكون احترام الرأي الآخر. نحن ما نشاهده طبعا لظروف تاريخية الآن ليس مجال ذكرها، المجتمع الجزائري لم تتح له نوع من الحرية في التنوع الفكري وممارسة الحرية الفكرية طبعا لظروف تاريخية، الاستعمار والحركة الوطنية القوية كانت في حالة أنها تجابه بقوة ما إلى ذلك، هذه أمور قد قتلت بحثا لا أعيدها هنا. أعطانا هذه النتيجة، أعطانا النتيجة أن هذا الواقع الذي نعيشه اليوم نعم. وهو أننا نتحرج ولا نعرف كيف نتعامل مع كل ما هو جديد. اليوم الممارسة الدينية هي ممارسات ربما تعصف بالقوانين، ولكن لم يخطر في بال هؤلاء الذين يتجاوزون حقوقهم نعم. إلى حقوق الآخرين، لم يتجاوزوا في بالهم أنهم يتعدون على كل المجتمع، لم يتبادر إلى ذهنهم هذه الفكرة. لو تبادر إلى ذهنهم الفكرة لفكروا في هذا ماليا. لماذا؟ لأن يمكن أن تصل إلى تحقيق وتجسيد فكرتك، ولكن من خلال العمل المستمر الدائم المقنع، من خلال الحوار، من خلال تبني الأفكار. واليوم صح. وسائل الإعلام اليوم الروح العالمية والليبرالية العالمية على ما فيها من أخطار، على ما فيها من مشاكل، تطرح لنا بعض الفوائد وهي حرية الفكر، حرية التفكير، حرية الممارسة. اليوم هذا لم يكن موجودا ربما في السبعينات ومن القرن الماضي، لم تكن موجودا من هذه الإمكانات، هذه الوسائل. لهذا أنا أرى أن النقطة الثانية أستاذ سعيد هي أن العلاقات الدولية ليست علاقات قائمة على اللطافة وغيرها، هي علاقات صراعية، هي علاقات قتالية، ومنهم مبرر الأمن القومي. اليوم كل دولة مع دولة لا تتسامح في قطمير من اقتصادها أو مصالحها. ما بين إسبانيا وفرنسا هناك مشاكل، ما بين أمريكا وأوروبا هناك مشاكل، وبالتالي لابد على الأمن القومي أن يرصد مصالحه ويشحذ قواته حتى لا يسمح بدخول الذين يهددون مصالحه. من هذا الباب اليوم نرى أن هذه الأفكار كما الكركارية في وقت الأوقات صحيح، كما كثير من الأفكار التي دخلت إلى 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 مجتمعنا من غير استئذان ومن غير طرق الباب ومن غير نقاش ومن غير تفكير، وجب أن نتصدى لها. يكفي أن تعلم معلومة واحدة فقط، أن في 1830 ديك دي روفيغو واش قال؟ كتب تقرير للحاكم في فرنسا، هو حكى للحاكم في الجزائر، قال له هناك ثنائية عظيمة اكتشفتها في الجزائر، إذا أرادت فرنسا أن تبقى في الجزائر فلا بد أن تستثمر في هذه الثنائية. ما هي؟ قبائل عربي نعم، لا دياليتي كابيل عرب موجودة صحيح، وكل كتب تتكلم عليها. وبالتالي اليوم إذا قرينا هذه الأمور نعرف علاش. مثل ما إذا كان سمحت الأستاذ توفيق، يعني مثل ما توظف الآن على المستوى ما نقولش العالمي، نقول المستوى العربي، ثنائية الشيعة والسنة أيضا. بارك الله فيك. نعم. اليوم هذه التناقضات المهدمة هي التي توظف وتستغل من طرف هؤلاء في إطار العلاقات الخارجية وإطار الصراع وتهديد الأمن القومي. نعم. يتصدى الأمن القومي من خلال مفكريه، ليس من خلال السلاح أبدا، ولكن من خلال، لأن آخر الدواء الكي، ولكن من خلال المفكرين، من خلال الباحثين، من خلال المثقفين، من خلال الإعلام، يتصدى لمثل هذه الأفكار صحيح، ويضعها في أماكنها، يضع كل الأمور في أماكنها. النقاش اليوم نشهد أن هناك حوار الأديان. أين هو حوار الأديان الذي أقيم في الثمانينات وفي التسعينات من القرن الماضي؟ تراجع كلي، تراجع. لماذا نعم. لا يوجد حوار الأديان؟ طيب أستاذ توفيق نعم، في أعتقد أقل من دقيقة، لست إذا كان وصلنا للصفحة الإشارية أو ما زال الوقت أمامنا. نعم أستاذ علي ربيج، يعني بالإضافة إلى كل ما كان يتحدث به الأستاذ توفيق، لم نسمع يوما بوجود مشاكل مع الكنيسة الكاثوليكية أو الأنجليكانية في الجزائر. هل معنى هذا يعني كل المشاكل الموجودة في هذا المجال موجودة مع الكنيسة البروتستانتية؟ هل معنى هذا أننا أمام توظيف سياسي بحت؟ وأسمع منك الجواب بعد أن نعود من الفاصل.